المستقبل ان شاء الله غتكون صعيبه، ولا سيما كاين شويه ديال الشتاء، ولكن انا تعرف الوداد هو فريق قوي، فريق عنده جميع الامكانيات، فريق ديال المقابلات الكبيره، فريق ديال النتائج الكبيره. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فريق الوداد، فريق الوداد البيضاوي بشكل جديد، لانه كنتمنى انه هاد المساكر يكون من 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 من, من صالحه. وتنظن ان الوداد كدائما عنده جميع الامكانيات وعنده جميع المؤهلات باش يتوج ان شاء الله هنا بنتيجه 2-0 على الاقل، باش يلعب في جنوب افريقيا باريحيه. فوالا هنا قبل شيء كنقول العزاء العائله الصغيره والكبيره اسامه فالوح، وكنتمناو ان شاء الله من اللعابه اللي يفوزوا بهذا اللقب باش يهديو للعائله الصغيره ديال فالوح، ينفس عليهم شويه ولو نفسانيا شويه. وبالنسبه للمقابله، مقابله راه كبيره، جوج فرق من اكبر فرق في القاره. وبالنسبه للمدرب، مدرب عندهم صغير في السن وكبير في العطاء، مدرب اللي كيميل للتاكتيك ديال غوارديولا واللي متشبع بالتاكتيك ديالو. وهذه المقابله ان شاء الله غناخذوها هنا بواحد الطريقه المغايره، اللي غادي يكون المدرب التاكتيك ديال سي رمزي، غيكون ان شاء الله قرا المدرب الخصم ديالو. ونتمنى ان شاء الله هذه المقابله تكون مقابله كبيره يستمتع بها الجمهور، ونتمنى ان شاء الله اللقب اللي تدار مره اخرى للعائله الصغيره ديال اسامه فالوح. النتيجه ان شاء الله 2-3-1، مهم تكون نتيجه ايجابيه. بطبيعه الحال المقابله غتكون مقابله جد جيده، والفوز غادي يكون ان شاء الله للوداد، ديما وداد، نتيجه 1-0. ضروري اللعابه غادي تاثروا من المرحوم الله يرحمه، ولكن غادي نتجاوزوا هذه العقبه حتى المورا الماتش ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله اخويا غادي نربحوا ان شاء الله، وكنتمناو الوداد تربح، هذا الشيء اللي كنتمناو اخويا، هذا الشيء اللي بغينا ان شاء الله. المصيريه ان شاء الله نتمناو الوداد ان شاء الله يدو واحد النتيجه هنا ايجابيه، مع عندنا العوده تما في اما بريتوريا ولا جوهانسبورغ، وان شاء الله اليوم اللعاب يديروا ماكسيموم على 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 بعد الباقي بعد اللي توفى لنا على فالوح. ان شاء الله اللعاب يديروا المجهود ديالهم باش يديروا الطلاقه ان شاء الله، وفرحوا الامه الوداديه. وان شاء الله كما الجمهور كيجي من دابا ثلاثه قسمين، وان الجمهور يزيد اعداد غفيره، وان شاء الله يكون نتيجه ايجابيه هنا باش نلعبوا في الروتو على اريحيه ان شاء الله. واش غتوقع غادي نقول 2-0 ان شاء الله. المقابله غادي تكون صعيبه، وكنتمناو ان شاء الله الفوز ب 2-0 لفائده الوداد الرياضي ان شاء الله. شكرا.